في انتظار رد تل أبيب على هجمات إيرانية استهدفت إسرائيل الأسبوع الماضي، تصاعد الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول كيفية وطبيعة وقدرات هذا الرد المرتقب. الولايات المتحدة رضخت لشروط تل أبيب بضرورة إجراء بايدن مكالمة هاتفية مع نتنياهو قبل إفادة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن لتنسيق الرد على إيران. وتناول اتصال بايدن بنتنياهو خطط إسرائيل لتوجيه ضربة على إيران ردا على هجوم صاروخي كما ذكرنا شنته طهران على تل أبيب الأسبوع الماضي. وكان الخلاف قد تصاعد مؤخرا بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو مع إعلان تقارير أمريكية عن رفض إسرائيل كشف خططها للولايات المتحدة بشأن الرد على إيران. وجاءت آخر توقعات للرد الإسرائيلي المرتقب على إيران على لسان مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن إسرائيل سترد على هجمات إيران بشن غارات على أهداف عسكرية وعمليات سرية دون الإشارة إلى مواقع نووية أو نفطية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت قال أن الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي سيكون فتاكا ودقيقا ومفاجئا. في هذه الأثناء أجرى وزير الخارجية الإيراني جولة في دول المنطقة تضمنت لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة. مع إعلان إسرائيل تأهبها لرد فتاك إذن ودقيق ومفاجئ على الهجوم الإيراني كما وصفته، أعدت تل أبيب بنكا من الأهداف في إيران من أجل استهدافها. نستعرضها في سياق هذا التقرير، نتابع. احتمالات عدة مطروحة على طاولة إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع أكتوبر الحالي. فعلى الرغم من المناقشات داخل إسرائيل حول حجم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني والأهداف التي يمكن أن يشملها، أظهرت بعض التقارير الإسرائيلية عن بنك أهداف محتملة في إيران. فمن الممكن أن تطال الضربات الإسرائيلية المرتقبة المجمع الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد الإيراني علي خامنئي. ومن بين الاحتمالات المطروحة على الطاولة أيضا ضرب المنشآت النووية الإيرانية كمحطة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم في محافظة أصفهان أو محطة فورد النووية جنوب العاصمة طهران. أضف إلى ذلك قد تستهدف إسرائيل مواقع الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى منشآت الصواريخ البالستية ومواقع إنتاج الطائرات المسيرة. ومن بين بنك الأهداف الموجودة على الطاولة الإسرائيلية استهداف مراكز الفضاء الإيرانية أبرزها قاعدة الإمام الخميني الفضائية في محافظة سمنان جنوب شرقي طهران. كما ألمحت تقارير إسرائيلية إلى احتمال أن يشمل بنك الأهداف أنظمة اقتصادية مهمة في الداخل الإيراني مثل منشآت النفط والغاز. من القدس عبر سكايب ينضم إلينا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، ومن واشنطن عبر زوم السيد جون روسو ماندو الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بكما معنا في دائرة الشرق. أبدأ معك سيد جون، 50 دقيقة، ومنهم من يقول بيت الأبيض قبل قليل أعتقد يقول 35 دقيقة، استمرت مكالمة بايدن ونتنياهو. هل تعتقد أن بايدن سينجح في فرض شروط الولايات المتحدة الأمريكية على الرد الإسرائيلي على إيران أم لا؟ أنا لا أعتقد أن نتنياهو سوف يحترم أي شيء يقوله جو بايدن. الولايات المتحدة بنظر إسرائيل أثبتت أنها حليف لا يمكن الاعتماد عليه، وتسرب المعلومات لوسائل الإعلام وبعض المعلومات التي كانت محرجة لنتنياهو. هناك الكثير من الحديث في واشنطن كيف أن نتنياهو والإسرائيليين حذرون لجهة المعلومات التي يتشاركونها مع نظرائهم الأمريكيين. وبايدن رسميا قال إنه يعارض أي جهود إسرائيلية للقضاء على البرنامج النووي الإيراني. وأنا لا أعتقد أن نتنياهو سوف يقوم بأي شيء يخالف مصالحه القومية. دكتور محمد أهلا بك معنا من جديد في دائرة الشرق. بداية قبل كل شيء، لماذا
أراد نتنياهو أن يحادث بايدن قبل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن باعتقادك؟ أولا ممكن أن نفهم هذا في سياق أن نتنياهو يخشى من أن الإدارة الأمريكية ممكن أن تلعب على تناقضات المواقف بين الرجلين وزير حرب الاحتلال ورئيس الوزراء، والتي لا تخفى على أحد، في محاولة لقطع الطريق على مساعي نتنياهو في الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع إيران. وقد قيل سابقا كما تذكرين في سياق الحرب على غزة التي ما زالت مستمرة بأن جالانت هو رجل الولايات المتحدة في الحكومة الإسرائيلية، وقد حاولت الولايات المتحدة الالتفاف على مشهد الاستعصاء والمعاندة من نتنياهو من خلال شركائها الأكثر يعني تعاطيا مع المواقف الأمريكية، جالانت سابقا ومن ثم جالانت حاليا. لكني أعتقد أن يعني الأمر كله عمل مفبرك، لا أعتقد بأن هنالك يعني اختلاف جوهري حقيقي في مواقف ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل. ماذا تعني بمفبرك دكتور؟ يعني أقصد ما وراء الكواليس إذا لم يكن هناك خلاف حقيقي بين الطرفين؟ أقصد أن الولايات المتحدة تتماشى مع الأهداف الإسرائيلية، أهداف إسرائيل هي ذات أهداف الولايات المتحدة، ولا اختلاف إلا على التكتيك وعلى الشكل. الولايات المتحدة تريد إضعاف البرنامج النووي الإيراني، الولايات المتحدة تريد سحق حزب الله ونزع سلاحه، الولايات المتحدة تريد إنهاء حماس، تختلف مع إسرائيل في الكيفية والألية. إسرائيل من الطرف الآخر ترى أن الظروف مواتية لمصلحة الذهاب إلى شن هجوم واسع على إيران، يعني تضعف فيه البرنامج النووي، بل تسحق إمكانية أن تطور إيران برنامجها النووي، ولا ترى في الذهاب إلى مسار تفاوضي بدخول إيران مرة أخرى إلى اتفاق النووي مع الولايات المتحدة ما يمنع إيران من تحقيق أهدافها بالوصول إلى السلاح النووي. أنا في تقديري بأن إسرائيل لن تذهب إلى ضربة يعني تعيد من خلالها الهيبة والكرامة، ضربة استعراضية. إسرائيل ذاهبة إلى ضربة تستثمر فيها الظروف والمناخات التي خلقتها الحرب، ضعف الإدارة الأمريكية، وربما ليس ضعف إنما تماهي الإدارة الأمريكية المطلق مع الرغبات والنزوات الإسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب في هذه الظروف. سيد جون، ما رأيك؟ يقول دكتور محمد أنه على الأرجح ليس هناك خلافات جوهرية بين إدارة بايدن ونتنياهو حول طبيعة الرد الإسرائيلي أو حجمه أو أهدافه على إيران، إنما هي خلافات بسيطة. أنت يعني أوحيت لي في إجابتك الأولى أنه هناك خلافات عميقة بين الطرفين حولها، ما رأيك بما قاله دكتور محمد؟ أعتقد أنه يجب أن ننظر في الأفعال. لا أعتقد أن إدارة بايدن لديها أي اهتمام بنزع سلاح إيران، وهذا بالنظر إلى أفعال الإدارة، ونرى أن هناك الكثير من المتعاطفين مع إيران، ومن بينهم بعض المسؤولين الرفيعي المستوى في إدارة بايدن في وزارة الدفاع. وأنا لا أعتقد أن دعم الأمريكي لإسرائيل هو مجرد دعم في الخطابات وفي الظاهر. رأينا أن هناك حديث عن تأخير إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ورأينا أن بايدن يعترض على بعض المواقف. إذن أعتقد أن هناك خلافات عميقة بين نتنياهو وبايدن. طيب، هذا البيت الأبيض يصرح قبل دقائق: المناقشات بشأن الهجوم على إيران مستمرة، واتصال بايدن مع نتنياهو كان مباشرا، كان بناء واستمر 30 دقيقة. كان الحديث في البداية عن 50 دقيقة ثم 35 دقيقة، الآن استمر 30 دقيقة، وهذا يعني له دلالات كثيرة بالتأكيد. دكتور محمد، قلت لي أنه على الأرجح الرد الإسرائيلي سيأتي بغض النظر يعني عن الحجم، إنما سيأتي وفقا للمناخ، وسيستغل ضعف الإدارة الأمريكية لجرها إلى حرب. طيب، ما هو هذا الرد الإسرائيلي باعتقادك؟ وزير الدفاع الإسرائيلي كان صرح قبل أيضا ساعات أنه الضربة على إيران ستكون فتاكة ودقيقة ومفاجئة. ماذا يمكن أن يكون الرد؟
أولا دعيني أؤكد على مسألة. المقاربة التي تقدمها إسرائيل في إطار هذا الصراع الذي يجري مع ما تسميهم أذرع إيران، مع هذه الدائرة النار التي تتهم إيران بإشعالها في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ومع الحوثي ومع غيرها من الجبهات، إسرائيل بدأت تصل فيها إلى قناعات أن حربها مع هذه الأضلاع لم تجلب لها تحقيق أهداف استراتيجية، هي تنجز أهداف تكتيكية، لكن المقاربة الأسلم للأمن الاستراتيجي الإسرائيلي لأمن القوم الإسرائيلي هو الذهاب إلى الرأس مباشرة، بمعنى إخضاع الرأس حتى تخضع الأضلاع. ولذلك ضربة يعني شكلية، ضربة تعيد الهيبة لإسرائيل، ضربة موضوعية علاجية جراحية لم تنفع في مثل هذه المقاربة. وإسرائيل اليوم يعني تجند شعب تجيش شعبها لأنها تخوض حربا وجودية لا مفر منها، وبأن على المجتمع الإسرائيلي أن يتحمل الأثمان. لذلك ليس من المتوقع أن تذهب إسرائيل إلى ضربة تكتيكية استعراضية كما فعلت مع اليمن، لأن هذا لن يجلب لها كسر الإرادة وكسر الردع الإيراني. كسر الردع الإيراني يتأتى من خلال الذهاب إلى مهاجمة البرنامج النووي الإيراني وتعطيل هذا البرنامج. هذا يتأتى الآن في ظل إدارة أمريكية قادرة بل مستعدة بل مطوعة بالكامل للذهاب مع الرغبات الإسرائيلية. إذا كنا نتحدث عن خلافات عميقة يعني يتبدى في مشهد الخلافات أن طرفا يستجيب أحيانا وطرفا يستعصي أحيانا. الذي تبدى على مشهد الحرب منذ بدايتها أن نتنياهو يأمر الإدارة الأمريكية تنصاع، نتنياهو يقرر الإدارة الأمريكية تذهب مع نزوات نتنياهو. هذا المشهد لا يقول بأن هنالك دولة عظمى تنساق لحليف استراتيجي طفيلي يعيش على مساعدات الولايات المتحدة. لا يمكن فهم أنه في خلافات عميقة لدولة ترى نفسها إمبراطورية أو في يعني أو في أهداف انتخابية كما قالت لنا ضيفتنا من واشنطن قبل قليل. طيب سيد جون، نتذكر قبل استهداف هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران أتت مكالمة هاتفية قبل ساعات قليلة من استهداف هنية بين بايدن ونتنياهو، وانتهت بتطمينات من نتنياهو، وجاء استهداف هنية بعد ساعات قليلة. بالتالي ما خيارات إدارة بايدن الآن باعتقادك لضبط نتنياهو ولمنع التصعيد ومنع تطور المشهد إلى حرب شاملة؟ أعتقد أن القرار بيد نتنياهو وأن بايدن ليس لديه أي تأثير أو تأثير محدود على نتنياهو. يتحدث الإسرائيليون الآن عن تطوير الصناعة الدفاعية داخليا لتصنيع الأسلحة والقذائف التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة، ورأينا أن الرئيس الأمريكي هو رئيس منتهي ولاياته، ليس لديه الكثير من التأثير، ونتنياهو سوف يقوم بكل ما يقرر القيام به، أكان ذلك ضرب برنامج الباليستي صواريخ الباليستية في إيران أو ضرب المنشآت النفطية أو تحييد بعض من أجزاء البرنامج النووي الإيراني أو ربما أيضا اغتيال القادة من النظام الإيراني. أعتقد إذا ما كنا نتحدث عن الوكلاء يمكن أن ننظر في الضربات ضد حزب الله، ماذا كان يفعل الجنرالات الإيرانيون هناك؟ يجب أن نتذكر أن الوكلاء هم ميليشيات وقع تحت سيطرة النظام الإيراني، وتلاحظ إسرائيل أن لا يمكن التعامل مع هؤلاء الوكلاء إلا من خلال ملاحقة إيران. نعم، شكرا جزيلا لك سيد جون روسو ماندو الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي. شكرا للدكتور محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. ويبدو أن الحرب في لبنان ستطول يعني بناء على كلام سيد جون.